الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إفراد عاشورا، ومنذ أن قدم من مكة إلى المدينة وهو يفرد عاشورا إلى أن توفاه الله جل وعلا. وقبيل وفاته قال الخبر في مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يبقى إلى قابل. وروى عبد الرزاق المصنف بسند صحيح قال: صوموا، روى عبد الرزاق المصنف بسند صحيح ابن عباس قال: صوموا التاسع والعاشر، وهذا إسناد صحيح. أفضل مراتب عاشورة التاسع والعاشر، ثم يلي ذلك العاشر وحده بدون كراهة. أما قول من قال بأن مراتب عاشورة ثلاث وذكر الحادي عشر فلا دليل عليه، لأن الخبر الوارد في المسند صوموا يوما قبل أشهر، ففرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قد قال عنه شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منهم. ويكاد يتفق الحفاظ على ضعفه، فالتالي مراتب عاشورة مرتبتان، التاسع عشر أو العاشر وحده.